صاحبة الأيادي البيضاء الممدودة إلى الإنسان في كل زمان ومكان، المنخرطة في العمل التطوعي الخيري الإنساني من خلال مبادرات جريئة في دول فقيرة. الجريئة والمغامرة والزاهدة والمحبة للخير، العاملة على نجدة المحروم وجبر خواطر الأيتام وبلسمة جراح المعذبين. من أرض الكويت تطل علينا السيدة معالي شمسا تهب نور الحنان، وأرضا خصبة تعطي ثمار الإنسانية، وبحرا زاخرا بكنوز التضحية وبقيم العطاء والتفاؤل. حاربت اليأس ونشرت الإيجابية وعملت من أجل تحسين جودة الحياة والارتقاء بواقع حال المعوزين في أوطانهم ومجتمعاتهم. درست في مدارس الكويت، لكن كارثة الغزو العراقي لبلدها دفع إلى الرحيل مع أسرتها. بعد التحرير أكملت العسعوسي دراستها وتخرجت من المرحلة الثانوية، وعلى أثر ذلك قررت الرحيل إلى الولايات المتحدة لمواصلة تعليمها الجامعي في جامعة فيرجينيا كومنورث، التي تخرجت منها حاملة درجة البكالوريوس في علوم تخطيط وإدارة السياحة بمرتبة الشرف عام 2002. وبسبب تفوقها الدراسي طلبت منها جامعة فيرجينيا البقاء لمدة سنة إضافية للعمل بوزارة السياحة الأمريكية، كما حصلت على شهادة معتمدة في مجال التنمية المجتمعية كمنحة من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية MEPI في عام 2007، وهي أول كويتية تحصل على شهادة معتمدة في إعداد تقارير الاستدامة من GRI في عام 2011، كما حصلت مؤخرا على تدريب متخصص في القانون الدولي الإنساني في عام 2015 من ICRS، ومن خلال مسيرتها حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال التخطيط والإدارة من عدة جهات محلية وعالمية، ولديها أكثر من 18 عام من الخبرة العملية في القطاع العام والخاص والخدمة المجتمعية. وبعد كل هذا العطاء، بعد كل هذا السخاء، ماذا عساي أن أقول فيك يا أميرة الكرم، يا سلطانة الندى؟ إنك لوردة فواحة بطيب الإنسانية والخير، بك تعطر مرج الإنسانية بأريج الحب. إنك لغيمة فاضت على الأرض بأمطار الحنين، فارتوت وعشوشبت مروجها، معك صار الفقر غنى واستحال البغض عشقا. أعمالك الإنسانية لا تحاط في كتاب ولا توصف بكلمات، إنك أنموذج المرأة المعطاء، فلا البحر يجف ولا نعمك تنضب. أدامك الله سلطانة للعمل الإنساني وسفيرة للأعمال الخيرية التطوعية، لك منا ألف باقة من التقدير يا سيدة معالي.